ليه موضوع مختلف حبتين، نروح لأنشطة أكاديميات الأهلي لكرة القدم اللي كرمت اللاعب محمد عبد الوهاب بإطلاق اسمه على أكثر من بطولة من بطولات هذه الأكاديميات المختلفة. الإعلان عن البطولة الأخيرة كان بحضور مسؤولي أكاديميات النادي الأهلي، وأقيم المؤتمر الصحفي لافتتاح بطولة النادي الأهلي لأكاديميات كرة القدم في موسمها الأول باسم محمد عبد الوهاب داخل أكاديمية النادي الأهلي، تحديدا فرع مركز شباب الجزيرة، وبمشاركة طبعا عدد كبير جدا من أكاديميات كرة القدم. قبل كده كان في بطولات باسمه في فروع مختلفة للأكاديمية كمان، وتعالوا ناخد فكرة أكبر شوية عن تفاصيل هذا المؤتمر من خلال هذا التقرير، ونرجع بعدين نكمل الكلام. اتفضل. البطولات دول فكرنا فيها على أساس أنه يبقى في حافز بالنسبة للاعبين، وفي نفس الوقت احنا بنستغلها في عمل تقييم للمستوى ومدى التطور اللي حاصل وايه السلبيات اللي موجوده، على اعتبار انه المتابعه مستمره طوال الموسم سواء في تدريبات او في مباريات، لكن مباريات بيبقى فيها تشويق اكثر بالنسبه للاعبين، بيبقى فيها رغبه اكبر بالنسبه للاعبين، كل واحد عايز يظهر امكانياته الحقيقيه امام منافس او في منافسه، مش بس مهارات وتدريب وكده. فبالتالي احنا فضلنا ان نحمل هذه المسابقات، ومن خلالها ان شاء الله يعني الهدف الاساسي يكون في انتقاء من الاكاديميه. بيعمل ثلاث بطولات في الفتره دي، واحده في مدينه نصر مواليد 2015 2016، عندنا واحده بتتلعب برضه في الشيخ زايد 2015 و16 و14 و13 و12، بطوله كبيره، وهذه البطوله الثالثه لمحمد عبد الوهاب، الثلاث بطولات باسم محمد عبد الوهاب، يعني عملنا تكريم الحقيقه للكابتن محمد عبد الوهاب في الثلاث بطولات دي عشان نبرز انه النادي الاهلي حريص على ابنائه والاحتفال بهم في كل الاوقات، وان شاء الله البطوله القادمه باذن الله بالتنسيق مع مجلس اداره النادي الاهلي هتبقى باسم المرحوم العامري فاروق العامري، ان شاء الله هتبقى بطوله كبيره جدا تليق باسم هذا الرجل، وان شاء الله لها يعني تجهيزات ان شاء الله على مستوى القيادات العليا. البطوله دي طبعا يعني هي بتضيف للمكان اللي احنا فيه ده في مركز شباب الجزيره، لانه هي مركز شباب الجزيره من انجح الافرع اللي موجوده في اكاديميه النادي الاهلي على مستوى مصر كلها. هي برضو البطوله دي حتى تزيد من قناعات الناس النادي الاهلي ده ملعب النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي قريب هنا، كل اعضاء النادي الاهلي الحقيقه في الجزيره مشاركين في هذا الفرع الحقيقه متميز، ماسكه كابتن رامي عبد الحفيظ خبره 14 16 سنه في هذا المجال الحقيقه. اتمنى برضو في ظل وجود هذه البطوله نفرز لاعبين على قدر كبير جدا من التميز، نرفع بيهم وندفع بيهم في قطاع الناشئين ان شاء الله، على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي او قطاعات الناشئين في الانديه الاخرى. النهارده زي ما حضرتك قلت، النهارده افتتاح اكاديميه، والنهارده في مباراه اكاديميات في طبعا مركز شباب الجزيره، ودي حاجه بتسعدنا كلنا، كابتن محسن صالح طبعا، في كابتن شطه، كابتن فوزي سكوتي، كلنا موجودين، الكابتن ياسر راني، الكابتن فتحي مبروك، كلنا موجودين على اساس ان الحدث فعلا بيستوجب ان احنا نبقى موجودين ونشوف النهارده العناصر المميزه في الاكاديميات اللي تلعب النهارده. احنا النهارده الحمد لله يعني دي الدوره المعموله في مركز شباب الجزيره باكاديميه النادي الاهلي، كابتن رامي سيد ابو حفيظ هو اللي عامل يعني متولي العمليه، والحمد لله عملنا يعني الله يرحمه الكابتن محمد عبد الوهاب، يعني دي تالت اكاديميه نعملها باسمه الدوره. الدوره دي يعني حوالي 34 فرقه مشتركين فيها، تخيلي بقى 34 اكاديميه جايين بيلعبوا مع الاولاد، حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا ان بنعود الاولاد، اكاديميات النادي الاهلي بتلاعب مع اكاديميات كتيره مختلفة للعب والأداء والحاجات دي، فبتبقى بالنسبة لهم حاجة كويسة جدا، بننمي فيهم الموهبة اللي عندهم، بننمي عندهم الحتة بتاعت اللي هو ازاي بيلعب الماتشات، ما فيش رهبة، ما فيش الحاجات دي كلها. النادي الأهلي ما ينساش أبنائه، يعني طبعا رقم واحد محمد عبد الوهاب ربنا يرحمه، وبنعمل دوره باسم محمد عبد الوهاب، دي ده بنعتبره رمز موجود، كان موجود في النادي الاهلي برضه موجود، ان شاء الله يبقى فيه برضه تكريم اكبر كمان للوزير العام فاروق
موجود. انت عارف النادي الاهلي ما ينساش ابنائه كله، سواء اللي عايشين او اللي ربنا يرحمهم ماتوا يعني. فدي نموذج بان احنا النادي الاهلي بيعمله، واللي احنا بنلعب بطوله زي بطوله الاكاديميات على راس كابتن شطه، والنهارده بنستضيفها في مركز شباب الجزيره النادي الاهلي على راس مدير فرع كابتن رامي عبد الحفيظ. فكل دي احنا منظومه بنشتغل كلنا مع بعض، وازاي ننجح المنظومه. وانت عارف النادي الاهلي الاخلاق والمبادئ وكل ده احنا بنرصبه للناس او بنبقى موجود مع الاجيال اللي جايه. فده كل ده الحمد لله، نتمنى بس الدوره تنجح وتليق باسم النادي الاهلي، وان شاء الله يبقى ده الافتتاح، والختام ان شاء الله يكون حاجه كمان تليق بينا اكتر واكتر. دي يمكن البطوله الاولى للراحل محمد عبد الوهاب تتعمل خارج النادي الاهلي، وكان في طبعا تحدي ان انت تعمل بطوله خاصه بالنادي الاهلي بره النادي الاهلي. فالحمد لله بصراحه كان كل الدعم من لجنه التخطيط وكابتن شطه بصراحه مدير جهاز الاكاديميات، اخذنا كل الدعم. ويمكن عندنا البطوله دي اكبر بطوله في النادي يعملها بعدد فرق، تجاوزنا 38 فرقه اكاديميات، حتى في معانا فرقه من بره من دوله السودان الشقيق. دي طبعا دايما زي ما احنا قلنا دي كان حاجه دايما النادي الاهلي بيوفي بوعوده مع اولاده، ده كان اقل حاجه ممكن النادي الاهلي يعملها تجاه الله يرحمه المرحوم كابتن محمد عبد الوهاب.